لم تعد الثروات الباطنية والقطاعات الإنتاجية وحدها المسؤولة عن التنمية، بل أصبحت حماية البيئة الطبيعية والترويج لها سياحياً من أهم الوسائل المعاصرة لتنمية الكثير من المناطق الريفية والصحراوية التي كانت تعتبر فقيرة فيما مضى. والسياحة الجيولوجية قد تكون الحل الأمثل لتنمية الكثير من مناطق وطننا سوريا. تعد السياحة من أهم الروافد الاقتصادية لكثير من البلدان والدول في العالم، وترتقي بمستواها بالقدر الذي توليه الدولة اهتماماً بتنشيطها وتطويرها وإنشاء البنية التحتية الداعمة لها، والذي يعود بالمحصلة عليها بمحتوى استثماري وشريان اقتصادي داعم لها. تعرف اليونسكو الحديقة الجيولوجية بأنها منطقة موحدة ذات تراث جيولوجي ذي أهمية دولية، تستخدم لتعزيز الوعي بالقضايا الرئيسية التي تواجه المجتمعات في كوكبنا مثل البراكين والزلازل وأمواج تسونامي، والتي تساعد على إعداد استراتيجيات التخفيف من حدة الكوارث، ويستفاد منها أيضاً كسجلات للتغيرات المناخية الماضية، وهي مؤشرات على التغيرات المناخية الحالية، فضلاً عن الترويج لاستخدام الطاقة المتجددة وتوظيف أفضل معايير السياحة الخضراء. ويتم الترويج لصناعة السياحة في الحدائق الجيولوجية باعتبارها نموذجاً سياحياً مستداماً جغرافياً وقابلاً للتطبيق، يهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية من جهة وتوفير فرص عمل للسكان المحليين والنهوض بالكثير من المجتمعات الفقيرة وتطوير اقتصاد الكثير من المناطق الفقيرة من خلال جذبها للسياح والباحثين العلميين ومحبي المسير البيئي وهواة التصوير ومحبي العادات التراثية للسكان المحليين. تتم تسمية المناطق الطبيعية كحدائق جيولوجية الجيوبارك من قبل اليونسكو، ويتم فحصها ودراستها من قبل الاختصاصيين وتحظى بالحماية منها، ويستفاد منها في التعليم والتنمية المستدامة. وتسعى الدول من خلال إدراج مواقعها على قائمة اليونسكو العالمية إلى زيادة الوعي حول القضايا الأساسية التي تواجه المجتمعات مثل استخدام موارد الأرض على نحو مستدام والتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، كما أن هذا التصنيف يمنح السكان المحليين شعوراً بالفخر تجاه منطقتهم ويعزز هويتهم المحلية والوطنية. ومن هذه المواقع جبال بانجل الإسترالية، وقصة اكتشافها المميزة كانت أثناء قيام فريق سينمائي بتصوير أحد الأفلام عام 1983 في منطقة غير مكتشفة لا تبعد عن الطريق السريع أكثر من 100 كيلومتر في كيمبرلي غرب أستراليا المتميزة بجفافها. ظهرت في إحدى الخلفيات مجموعة من القباب الجبلية الصخرية ذات اللونين البرتقالي والأسود، ليتعرف العالم بالمصادفة إلى جبال بانجل التي أخذت اسمها من قبيلة أسترالية أصلية تسكن بالقرب منها. وتتميز هذه الجبال بصخورها الكلسية والصوانية المتآكلة التي تعود إلى أكثر من 20 مليون سنة، وتحوي متاهة من الممرات الجبلية والقمم المميزة، وتعيش فيها مجموعة من الكائنات الحية الفريدة من نوعها، مما دفع الجهات المحلية لتأسيس متنزه جيولوجي وطني عام 1987 يقوم السكان الأصليون بالعمل فيه وحمايته محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، ليصنف متنزه بانجل الجيولوجي عام 2003 كمنطقة للتراث العالمي لقيمته الطبيعية والعلمية. يمكن تلخيص أهداف السياحة الجيولوجية بالإضافة للأهداف العامة لقطاع السياحة بما يلي:
المحافظة على المعالم الطبيعية والتنوع الجيولوجي عن طريق نشر الوعي بأهميتها وطرح مفهوم التنمية المستدامة في مجال المحافظة على المعالم الجيولوجية، وتحقيق مبدأ المشاركة مع الجهات المهتمة بحماية البيئة محلياً وعربياً والتعاون معها في هذا المجال، وتوضيح أهمية العلاقة بين التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي، وكذلك إيجاد وثيقة مرجعية للسياحة الجيولوجية لجميع الجيولوجيين والمهتمين في هذا المجال، وتسليط الضوء بشكل خاص على الخامات المعدنية والثروات الطبيعية، وأيضاً تفعيل عوامل الجذب الاستثماري بشكل متوازن مع عوامل الجذب السياحي. للسياحة الجيولوجية روافد تتمثل بالرافد الاستثماري المباشر من خلال زيارات الوفود الأجنبية والسياحية والتعاون في مجالات البحث العلمي والتنقيب عن المعادن كعامل جذب سياحي ورافد ترويجي لها، وأيضاً بالمشاريع المشتركة على المستوى العربي والدولي في سياق الوفود والمؤتمرات والأنشطة العلمية، والتعاون في مجالات الحفاظ على البيئة يعد دافعاً ورافداً لعامل الجذب السياحي. والتنوع الجيولوجي للموقع من النواحي الجيومورفولوجية والقيمة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية كعامل تسويقي للموقع، وكذلك الأنشطة الثقافية والمهرجانات والندوات في الأماكن السياحية المميزة بظواهرها الجيولوجية، وأيضاً الأنشطة الرياضية بأشكالها كافة، الراليات والماراثونات التي تمر بتلك المناطق، بحيث تكون التغطية الإعلامية مفيدة على مستوى النشاط المقام والجانب السياحي المميز. معايير اختيار الموقع لأغراض السياحة الجيولوجية: قرب الموقع من المناطق المأهولة وبالتالي درجة الاستخدام من قبل العامة، وطريقة إدارة الموقع في الوقت الحالي، وسهولة الوصول للموقع لأغراض الزيارات والدراسات العلمية بما في ذلك تجميع العينات، وأيضاً وجود مناطق بديلة يمكن استخدامها لأغراض التعليم والأبحاث. بالرغم من غناها النفطي، استفادت سلطنة عمان من غناها بالتكوينات الجيولوجية التي تعود لأكثر من 800 مليون عام، لتحول مناطق جبلية فقيرة بالموارد إلى قبلة للسياح والعلماء ومحبي الاكتشاف بسبب تنوع مقوماتها بين الجبال والعيون والكهوف والتشكيلات الصخرية. تعد السياحة الجيولوجية أحد أهم روافد القطاع السياحي بالسلطنة، وذلك نظراً لما تتمتع به من طبيعة جيولوجية مميزة بحكم موقعها الجغرافي. فالجبال والعيون والكهوف والتشكيلات الصخرية رسمت سيمفونية جيولوجية بالسلطنة فريدة من نوعها على مستوى العالم. تحظى الطبيعة العمانية بتنوع جيولوجي يجعل منها قبلة سياحية ملهمة لما تتمتع به من تباين واختلاف في التضاريس والمناخات وعوامل الطبيعة التي نحتت منها لوحات بيئية في غاية الإبداع والثراء، وهذا ما جعل معالمها متنفساً رائعاً لعشاق الطبيعة البكر ومراقبي التحولات الجيولوجية في العالم. وفي سوريا يوجد العديد من الكنوز الجيولوجية غير المستثمرة، كمغارة جوعيت التي تشكلت من تجويف طبيعي نحتته ريشة الطبيعة في عمق الصخور، تميزها كثرة الصواعد والنوازل التي تشكل لوحة تحكي قصة تاريخ قديم. تبعد عن مدينة الشيخ بدر نحو 7 كيلومترات في محافظة طرطوس، يخرج منها نبع غزير شديد البرودة صيفاً معتدل الحرارة شتاءً،
يروي أهل المنطقة والأراضي الخصبة التي تحيط بها من الصنوبر والسنديان وبساتين الحمضيات التي تحولت إلى غابة غناء تجذب السياح من كل مكان. ويصب هذا النبع في نهر البلوطة الذي يصب بدوره في البحر. على بعد 50 متراً من المغارة توجد بحيرة بطول نصف كيلومتر تتجمع مياهها على شكل بركة، واتساع المغارة متفاوت بين مكان وآخر، لم يكتشف عمقها حتى الآن. تتموضع التشكيلات الصخرية التي بداخلها ضمن تفرعات وتقسيمات داخلية تشكلت بفعل عوامل طبيعية داخلية خاصة بالمغارة، ساهم فيها جريان النبع الداخلي دائم الجريان، كما تتميز بمعبرها الوحيد الضيق الذي يمكن توسيعه من دون المساس بجماليته، وبتجويفها المستقيم الذي تتخلله بعض التعرجات الخفيفة والانحدار البسيط، إضافة إلى اتساعها بكامل مسارها الداخلي اللافت للنظر. تشكلت فيها عدة تفرعات وتقسيمات غنية بالصواعد والنوازل المذهلة الشبيهة بالثريات من حيث أشكالها وأحجامها وطريقة تشكلها. عثر فيها على التشكيلات الصخرية الزبدية الشبيهة بالحبوب والنادرة عالمياً، لفتت نظر الكثير من البعثات الأجنبية ومنها البعثة البلغارية التي قدمت عام 1995 لاكتشافها، ولكنها لم تستطع الدخول لأكثر من 2 كيلومترين إذ وصلت إلى 4 تجاويف وبقيت نهايتها غير معروفة. وتعد هذه المغارة أهم اكتشاف بيئي في تاريخ سوريا، ولا يوجد أي اكتشاف قد يفوقها أهمية. السياحة الجيولوجية بالرغم من حداثتها إلا أنها حققت إنجازات كبيرة في المجالين الاقتصادي والبيئي، فقد سجلت العديد من المواقع الجيولوجية في العالم كحدائق جيولوجية، ويزداد عددها سنوياً وتعد استثماراً آمناً ومستداماً.